مرحبا شباب، شلونكم؟ اليوم جايكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نقدم لكم خريطة لمنزل بمساحة ما يقارب 230 متر مربع. طبعا احنا الخارطة الرئيسية عدلنا عليها شوي على مود تصير اكثر تناسق وبتقسيم ممتاز. قبل لا نبدي بالتفاصيل، نتمنى ان تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس وتكتبون لنا كومنت حلو او رايكم بالخريطه وبتصميمها. هسه ننتقل للكمبيوتر ونبدي بالتفاصيل. مثل ما نشوف واجهه المنزل امامكم اللي هي 12 متر تقريبا 73 سنتيمتر، والعرض الجانبي لها مثل ما نشوف 18 متر و 30 سنتيمتر، وايضا مثل ما نشوف هنا الجانب الاخر، لان باعتبار انه البيت هو يعني ما يعني مو مربع او كل قياساته يعني من الجانبين هي متساويه، فراح يكون عندنا هنا اللي هي البناء 14 متر و90 والباقي الى هذا المجال اللي هو مال خلينا نقول الممر اللي هو متر و92. نشوف الواجهة هنا ايضا، ندخل تفاصيله اللي هي هنا مثل ما نشوف هنا عندنا التفاصيل اللي هي 3 امتار و 12 سنتيمتر، وعندنا مترتين و23 اللي هي هذه المساحة مثل ما تشوفون هذه من هنا، وعندنا هذا الباقي اللي هو متر و850 سنتي او 85 سنتيمتر. ايضا عندنا الجراج اللي هو العرض 4 امتار و 35 سنتيم. طبعا القياسات اللي جاي تشوفوها هي بالمليمتر يعني حتى تكون واضحه عندكم. فهذه هي قياسات البيت مثل ما نشوف هنا من الجانب، عندنا 6 امتار و 35 سنتيم، وعندنا ايضا 11 متر و 95 سنتيمتر يعني هذه المساحه. فهذه هي قياسات المنزل من كل مكان. فهسه ندخل بتفاصيل داخل المنزل ونشوف الغرف واحجامهن وكيف قسمنا. مثل ما تشوفون امامكم هنا عندنا الشخص يدخل الى ممر، هنا هذا الممر طبعا يوصلنا الى غرفة صالة استقبال الضيوف. هنا طبعا غرفة استقبال الضيوف هي 5 امتار في 7 امتار 61. عندنا هنا تواليت صغير متر ونص متر ونص للضيوف، وايضا عندنا هنا غرفة طعام يعني انه للضيوف تكون خاصة بالضيوف فقط. من جانب اخر عندنا منا يدخل الشخص للبيت يعني اصحاب المنزل، عندنا المطبخ هنا على جهة اليسار. قياسات المطبخ هي 3 امتار في 4 امتار و2، وايضا عندنا هنا اللي هي الهول مثل ما نقول. الهول عندنا 4 امتار و80 والطول مالته اللي هو 5 امتار و62 سنتيم. عندنا هنا ايضا ممكن ان يكون تواليت وحمام لاصحاب البيت حتى لا يصير ضغط يعني بيت كبير او بيت بهذه التفاصيل ان يكون به حمام وتواليت واحد، لا ممكن اكو تواليت وحمام جوا واكو تواليت وحمام فوق. فهنا راح يصير عندنا هذا عرضه مترتين ونص ب 3 امتار. وايضا عندنا غرفتين نوم اللي هي 4 امتار و3 سنتيم، وعندنا هنا 4 امتار في 4 امتار يعني العرض 4 امتار وهنا الطول هو 4 امتار، وهنا عندنا 4 امتار و3 4 امتار و3 ب 4 متر. طبعا هذه تفاصيل البيت من الداخل. هنا الدرج طبعا مساحة الدرج واللي هي مثل ما هو بين امامكم اللي هي 3 امتار و36 اللي هو الطول. طبعا مثل ما نشوف الطابق الاول راح يتكون عندنا من تقريبا 1 2 3 4 5 6 غرف بالطابق الاعلى، طبعا من ضمنها الحمام والتواليت اللي هو راح يكون في هذه المنطقه اللي راح يكون حمام وتواليت.
فطبعا مثل ما تشوفون هنا يدخل من الدرج يصعد الى الطابق الاول. عندنا هنا غرفة مثل ما نشوفه هنا، عندنا هنا غرفة قياسها 4 امتار ب 3 امتار، بعدين عندنا مساحة اللي هي 6 امتار و 56 سنتيمتر، عندنا هنا غرفة 4 امتار ب 4 امتار، عندنا غرفة 4 امتار و3 في 4 امتار، وعندنا غرفة 4 امتار و27 ب 4 امتار. بعدين عندنا هنا 3 امتار في اللي هو عرض الغرفة، راح يكون عندنا مثل ما نشوفه ب 3 امتار. يعني عندنا 3 امتار في 3 امتار راح يكون حمام وتواليت. وأيضا عندنا هنا غرفة أخرى اللي هي 4 امتار و51 في 3 امتار، يعني راح تكون عندنا حقيقة غرف كفاية. عندنا هنا طبعا مثل ما تشوفون العرض هنا 9 امتار و40، فحقيقة هذا التفصال عملناه طبعا راح يكفي عائلة كبيرة، لأن مثل ما نشوف هنا عندنا 6 غرف وجوا عندنا غرفتين يعني 8 غرف. يعني حقيقة استغلال المساحة بصورة جدا ممتازة، بالإضافة إلى المساحة اللي تكون بالطابق الأول اللي فعلا هنا ممكن تكون قاعدة أو جلسة حلوة مثل ما نقول للناس أو لأصحاب المنزل. طبعا أيضا منا أنه يخرج الأشخاص إلى البالكون. هنا عندنا بالكون أو شرفة، هنا ممكن يعني يستمتعون ايضا بالصيف بيها. طبعا هنا ممكن نخلي شباك ممكن حسب الرغبة، او ممكن نترك هيك حتى نستغلها مثلا للجلسة اللي موجودة هنا بالنص، يعني ممكن ان تكون يعني بالنسبة لاصحاب المنزل، فيصير منظرها جدا جميل والديزاين والانتريور مالت راح يكون جدا جميل. الدرج اللي يصعد للسطح راح يكون من هذا المكان، يعني من هنا يصعد الشخص ويصعد إلى السطح. فخلي أشوفكم السطح وكيف شكله وشو راح يصير تفصاله. مثل ما نشوف هذه قياسات خلينا نقول السطح. عندنا مثل ما تشوفون هنا الشرفة طالع حوالي 3 أمتار و38 سنتيم. طبعا وهنا عندنا الباقي مثل ما نشوف هنا 16 متر و28، وعندنا العرض ايضا 12 متر و74، وعندنا هنا ايضا باقي العرض من المساحة. فهذا هو تفصال البيت حقيقة من كل تفاصيله وبكل قياساته، منسق يعني حتى من ناحية خلينا نقول التقسيم، فهو حقيقة مناسب للعائلة والعائلة الكبيرة. وطبعا مثل ما نقول احنا هذا شكل البيت، وراح تشوفونه ايضا بالصور التوضيحيه. لا تنسون تتركون التعليقات حتى نعرف اذا عندكم اي فكره او اي اضافه او اي سؤال، فطبعا احنا موجودين في اي وقت ومستعدين نجاوب عن اي سؤال. واذا كان عندكم اي خارطه حابين ان نرسمها لكم فبالتاكيد ارسلونا اياها، وراح نكون عد حسن ظنكم وراح نحاول نقدم لكم الافضل. طبعا مناسبة اذا كان عاجبكم ان نسوي لكم ديكور وكيف راح يكون ديكور بهذا البيت، فايضا تركوا لنا كومنت للي عاجبه ان يشوف كيف راح يترتب هذا البيت من الداخل. اترككم بسلام ونشوفكم بالفيديو القادم. مع السلامة.